هاي جايز، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي وداك؟ جيسبر تكونوا كاملين مزيانين. انا لاباس الحمد لله. مرحبا بكم في لا فيديو الثالثه في لاشين ديالي. اول حاجه شكرا بزاف على لي كومونتير اللي خليتو لي في لا فيديو اللي قبل من هذه. هادشي هو اللي كيخليني نزيد ندير لكم بزاف ديال لي فيديو. المهم باش بلا ما نطول عليكم، هاد لا فيديو هادي غنهضر لكم على واحد الحاجه اللي ديما كتسولوني عليها، على لا بروسيدور اللي درت باش جيت من المغرب لفرنسا. كيفاش تدرت؟ غنهضر لكم على لا بروسيدور دو ا زد. كتبت في هذا داكشي كامل اللي خاصني نقوله لكم، باش هكا نقول لكم لي زيتاب كاملين ما نسيت حتى شي حاجه. اول حاجه انا دزت من كامبوس فرانس واحد الحاجه سميتها كامبوس فرانس، هي فين كتحط الدوسي ديالك، هي فين كتدفع لي زيكول، هي فين كدير لا بروسيدور كامله. كاين كامبوس فرانس، كاين باركور سوب، كاين لي زيكول بريفي كتدفع لهم ماشي في كامبوس فرانس، كاس كونتاكتيهم غير في الميل وداكشي. انا دزت من كامبوس فرانس، داكشي علاش غنهضر لكم على كامبوس فرانس حيت هو اللي عندي عليه المعلومات. اول حاجه خاصكم دوزو تي سي اف، كاين واحد الدبلوم ديال الفرونسي اللي كيحكم لكم على النيفو ديالكم بالفرونسي. لي نيفو شنو هما؟ كاين ا1 ا2 بي1 بي2 سي1 سي3. اقل حاجه هي ا1، النيفو الواعر هو سي2. كاينين جوج، كاين تي سي اف والدلف. الفرق بيناتهم كاين في البري وكاين في الامتحان. في الامتحان ديال تي سي اف ما كتكونش فيه ليكسبرسيون اورال، باغ كونتر الامتحان ديال الدلف كتكون فيه ليكسبرسيون اورال. الامتحان ديال تي سي اف داير ب 1700 درهم، الامتحان ديال الدلف داير ب 900 درهم. الفرق الثالث هو انه تي سي اف كيبقى عامين، الدبلوم ديالو كيبقى عامين وكيتسالى، والدلف تبقى معكم حياتكم كامله. هذا ضروري خاصكم دوزو. واحد الفرق نسيت ما قلتوش ما بين تي سي اف والدلف، تي سي اف ما كاينش فيه كتسقط ولا كتنجح، كدوزو كيعطيوك النيفو، ماشي كيقولوا لك سقطتي ولا نجحتي، كيقولوا لك النيفو. واخا جبت ا1 كيعطيوها لك، الدلف ما كيعطيوكش النيفو، الا ما جبتيش بي2 تسمى سقطتي، خاصك تعاود. فهمتوا؟ صافي، هادشي اللي كاين في اول ايطاب هي تي سي اف ولا الدلف. المهم ديبلوم ديال الفرونسي، وهذا الامتحان ديال تي سي اف ولا الدلف كيدوز في لي زانستيتو فرونسي، راه تقريبا كاينين في كاع المدن في المغرب. انا نقول لكم السميات ديال لي فيل اللي فيهم لي زانستيتو فرونسي، كاين مكناس، فاس، الرباط، مراكش، اكادير، جديده، وجده، قنيطره، طنجة، تطوان، الصويره، واسفي. هاد المدن هادو هما اللي عندكم الحق تدوزوا فيهم الامتحان تي سي اف ولا الدلف. ثاني حاجه كتحل كونت ديال كامبوس فرانس، كتحل كونت عادي في جوجل صافي، كتدخل ليه كتعمر اول حاجه لي زانفورماسيون بيرسونيل، دوك لي زانفورماسيون ديال كاملين هما غيطلبوهم لك غادي تعمرهم. ثاني حاجه غادي تدخل هي لي غولفيت نوت من 5 حتى فين دابا واصلين. الا عندكم شي ستاج كتزيدوه، السي في حتى هو كتقادو سي في وتتحطوه تما. ابري كاينه واحد لاباج ديال باني دو فورماسيون، باني دو فورماسيون هادشي كامل راه في نفس السيت، في نفس الكونت ديالك، الكونت اللي حليتوه هادشي كامل كاين تما. بحال الان قلت لكم جوج ديال لي زيتاب، ليتاب الاولى اللي عمرتو فيها لي زانفورماسيون بيرسونيل، وليتاب الثانيه اللي درتو فيها لي غولفيت نوت. ليتاب الثالثه هي فين كتعمر لي زيكول اللي بغيتي ولا لي زونيفرسيتي. عندكم الحق في سبعه ديال لي شوا، سبعه ديال لي زونيفرسيتي تختاروهم. وهنايا فاش بقات هو انه خاصكم ضروري تعرفوا ليش كتدفعوا، ماشي غير تجيو وتدفعوا. تاكدوا بعدا من الفورماسيون اللي نتوما باغين، تشوفوا ديك الفورماسيون ولا ديك لونيفرسيتي داكشي اللي طالبه في ديك الفورماسيون. بحال دابا طالبه فوق 12 في لونجلي، ولا شوفوا مزيان هادشي راه كيكونوا كاتبين شنو هما طالبين. من الاحسن داكشي اللي طالبينه يكون عندكم. واخر حاولوا تدفعوا لي بيتيت فيل، حاولوا ما امكن تدفعوا لي بيتيت فيل. انا غادي نقلب عليهم ونقدر نخليهم لكم هنا باش يكونوا عندكم لي شانس كثر باش تقبلوا. دفعوا لي بيتيت فيل وحاولوا في هذوك لي شوا اللي عمرتو تختاروا فورماسيون وحده. تفكروا مع راسكم، بغيتوا تكملوا انفورماتيك غادي تعمروا انفورماتيك، بغيتوا تكملوا ايكونوم حاولوا ما ديروش دوك سبعه ديال لي شوا، ثلاثه ديروهم ايكونومي وثلاثه انفورماتيك، ولا جوج ايكونومي وجوج انفورماتيك وجوج دغوا. داك التخربيق هذا كامل غيحصلكم في لونتخ، ولا تعمروا 3 ال 3 2 ال 2 وحده ال 1، هادشي كامل ما تحاولوش ديروه حتى يحكروا معكم في الفيزا. ليتاب الرابع هي انكم غادي تسوميو الدوسي، تكونوا صافي اختاريتوا لي شوا، حطيتوا لي غولفيت نوت، حطيتوا داك لي زانفورماسيون ديالكم كاملين وكاع داكشي اللي طالبين لكم في الكونت ديالكم، تكونوا عمرتوه. توصلوا ليتاب الرابعه وهي الاخرى باش انكم تسوميو الدوسي. باش تسوميو الدوسي خاصكم تخلصوا واحد 1900 درهم، هذه ضروري خاصها تخلص. الا خلصتوا اونلاين راه 1900 درهم، الا خلصتوا في مصاريف المغرب 1995 درهم، 95 درهم ديال لي فري ديال لا بانك. صافي كتخلصوها، كتخلصوا هاد 1900 و2000 درهم، كتخلصوا 2000 درهم تمشيو غادي تسوميو الدوسي. تي فيريفيو لكم الكونت، فيريفيو لكم دوك لي زانفورماسيون اللي حطيتو، لي دوكيومون اللي حطيتو واش نتوما هادوك، واش داكشي اللي طالبين هو هذاك. الا كان داكشي كله هو هذاك غادي يفاليديو لكم داكشي، الا كان داكشي ناقصه شي حاجه غادي يقولوها لكم عاد غادي يفاليديو لكم. صافي فاش غادي تفاليدا لكم الدوسي غادي تسناو باش انكم تاخذوا واحد الرونديفو باش دوزوا لونتروتيان. هاد لونتروتيان هذا ضروري غادي تدوزوا منه، ضروري ضروري ضروري، ولكن ماشي شي حاجه ما تخلعوا
باش يكونوا دي كيسيون ساهلين دي كيسيون كي تعاود تختاروا رونديفو فوقاش تبغيو دوزو لونتروتيان كدوزو غنخلي لكم عاوتاني هنايا لي فيل لي غادي دوزو فيهم لونتروتيان مكاينينش كاع المدن بحال دابا انا ساكنه في مكناس مشيت لفاس باش ندوز لونتروتيان لونتروتيان شنو كيكون فيه اون غرو كيسولوك على علاش باغي تمشي لفرنسا وشنو باغي دير واش الا ساليتي قرايتك غادي ترجع انا نقول لكم واحد لا كيسيون اللي تيتحطوا في لي تيقولوا كيكونوا ظريفين صراحه دوك اللي كيدوزو لونتروتيان تيكونوا ظريفين تيهضروا معاكم بحال كيتناقشوا معاكم وصافي ماشي تسمعوا اونتروتيان تخلعوا واخا تكون زعما ما عندكش مع الفرونسي ولا شي حاجه راه داكشي نفس الحاجه تيعاودوها بريزونتي فو هادي ضروريه كيقولوا لك تبريزونتي راسك بوركوا لا فرانس هادي حتى هي انا كانوا قالوها لي علاش بغيتي تمشي لفرنسا بوركوا سي فورماسيون بروجي بروفيسيونيل ديالك تهضر عليه بروجي ديتود تهضر عليه بوركوا اختاريتي دوك لي فيل لي في دوك لي فورماسيون يا ابري افوار تيرميني فو ايتود شنو غادي دير واش غادي تبقى تما ولا غترجع للمغرب غنرجع للمغرب انا كنوصيكم غنرجع للمغرب صافي كدوز لونتروتيان كتسالي وكتنساو شي حاجه سميتها كومبوس كتنساو شي حاجه سميتها فرنسا دفعتوا ليها كتمشي تكملوا قرايتكم داكشي اللي كنتو كتقراو حتىش كيتعطلوا باش انهم يبداو يجاوبوكم لي زيكول تيبقاو يجاوبوا ما بين ديك مارس شهر 3 شهر 4 الا بداو عليكم بلي غوفي في الاخر ما تخلعوش انا راه والله الا كانوا جاوني 6 ديال لي غوفي متابعين صيفطوا لي ميل راه جاتك ريبونس كندخل الكونت كنلقى غوفي كيصيفطوا لي ميل راه جاتك ريبونس كندخل كنلقى غوفي جاتك ريبونس كندخل كنلقى غوفي اخر ريبونس هي اكسبتي مابقاوش تستريساو معاها والا اصلا ما كتابتش راه ما مكتابش انا والله ما كنت ضاربه لها الحساب واخا صراحه كتخسر فلوس كتخسر وقتك شحال من حاجه ولكن ما مكتابش ما مكتابش صافي كتسنى تجيكم شي اكسبتاسيون تجيكم اكسبتاسيون غادي تعطيكم داك ليكول واحد الدالي انكم خاصكم تفاليديو انكم باغيين تقراو زعما صافي تفاليديو الشوا كتفاليديو كتصيفط لكم واحد السيرتيفيكا ولا ماعرفتش داكشي ديال بري انسكريبسيون كتصيفط لكم واحد الورقه ديك الورقه هي باش كتبدا البروسيدور ديال الفيزا غتحتاجوا فيها اللي تحتاجوا فيها شي غارون يتكلف بكم سواء باباكم سواء ماماكم سواء شي واحد من العائله يحط لكم واحد لاسوم في البنكه اللي هي 85000 درهم ضروري خاصها تبلوكا لكم في الكونت على اساس انكم تبقاو تصرفوها على راسكم في العام ماشي غادي تعطيوها لشي حد ولا غتخلصوا بها ليكول لا غير غادي تصرفوا بها على راسكم سينو كاين واحد الحل اخر هو الا كان عندكم شي واحد من لا فامي ديالكم في فرنسا هو كيتكلف بكم كيكون هو غارون هو كيتكلف بكم ما كتبلوكيوش هذيك كاين من الاحسن باش ما يتعكسوش لكم في الفيزا من الاحسن بلوكيو 85000 درهم اش هاد الاصوات فرعوا لي راسي انا عاود نقول لكم لي دوكيمون ديال الفيزا بلوكاج 85000 درهم دوكيمون ديال الكارون الدوسي اللي حطيتو في كامبوس فرانس كل ورق كاملين اللي حطيتو في كامبوس فرانس تعاودوا تحطوهم مع الدوسي ديال الفيزا باسبور لي فري ديال تي ال اس تي ال اس هي فين كتدفع الفيزا ديالك بحال قلتي القنصليه ولا ما عرفتش داكشي المهم لي فري هما 1030 درهم زادو انا العام اللي فات خلصتها 600 درهم غا صرت هذا الدوسي ديال الفيزا الا كنتو ما قادينش عليه ولا ما غاديش تعرفوا ولا خايفين انكم تغلطوا كنصحكم باجونس انا الاجونس اللي كانت تكلفات ليا بالدوسي ديال الفيزا كامل ما قصت حتى شي حاجه زعما راه ما فيهش شي حاجه صحابي كاملين اللي معايا دابا ما تكلفات لهم لا اجونس لا والو عطاهم الفيزا زعما انا كنت غير كنت خايفه انني نمشي نخربقها في شي ورقه ولا شي حاجه قلت لهم ما تكلف ليا اجونس ويكونوا عندي كاع الاوراق هما هذوك صافي انا غادي نجاوبكم دابا على واحد لي كيسيون كنتو سولتوني في انستغرام باش نسالي بهاد لا فيديو اول سؤال نجاوبكم عليه المهم هادشي اللي نجاوبكم راه غير بالاكسبيريونس ديالي وداكشي اللي عشت زعما راه ماشي انا سيغ من هادشي قلتوا لي واش ضروري نبدو الفوق باش انك تقبلك شي يونيفرسيتي من الاحسن بدو الفوق ولكن كاينين دي يونيفرسيتي كيقبلوا في بي ان كاينين كيقبلوا في بي ان سورتو لانفورماتيك من ايكونومي والدغوا كنظن نساو الا جبتو بي ان غير نساو ما تدفعوش زعما كنظن باش بلا ما يضيعوا لكمش الفلوس حيت صعيب الحال انهم يقبلوكم بي ان وانتم ايكونومي ولا دغوا داكشي كيحتاج الفرونسي بزاف ماشي بحال لانفورماتيك ولا داكشي سيانتيفيك ما تحتاجوش فيه الفرونسي بزاف ديكو شي وحدين دي يونيفرسيتي تيقبلوا ميم بي ان تيقبلوكم سؤال ثاني واش عجباتك المعيشه هنايا واش ولفت دابا انا واخا نقول لكم راها صعيبه والغربه صعيبه وداكشي صعيب حتى انا راه كنت كنسمع هاد الهضره صعيبه والغربه وهذا ولكن راه داكشي كان تيدخل من هنا وتيخرج من هنا فهمتوا زعما كتجيني كنقول علاش بحال كيما تقدر تعيش على والديك هما في مكناس وانت في الرباط راه تقدر تعيش هما في مكناس وانت في بلاد اخرى ولكن راه صعيبه قاصحه سيغتو الا كنتي بنت ما عرفتش الدراري كيصبروا شويه حنايا فينا الطبوحيط انا بعدا جاتني صعيبه الصراحه ولكن كتولف مع الوقت وكتزيرك سيغتو الا كنتي فيك الفشوش وكتعول على باك وامك تولي نتايا كتجري عليهم الراس كتولي خصك تفيق تمشي تقاد هاد الورقه وتقاد هاد الورقه وتقاد هاد الورقه هادشي ما كتكونش ضارب له الحساب كاع كتولي ديرو راسك كتولي تتقلب على الكرا تتخلص الكرا تولي تقاد كلشي راسك بصح كتكون زعما واحد تتعيش حياه جديده ولكن
ما تنساوش راه كتبدل عليكم الدوله، تبدل عليكم اللغه، تبدل عليكم شحال من حاجه. راه دماغكم راه ما تيستوعبش في المره الاولى كي كتجي، وراه الدوخ وراه ترونه تبغيو تحماو، وكاين مع الوقت تولفوا. المهم شنو نقدر نقول لكم على هذا السؤال؟ واحد السؤال تتعاود بزاف. انا عندي 11 في الباك واش نتقبل، انا عندي 4 في الماط واش نتقبل. السؤال هذا ما عمر يجاوبكم عليه شي واحد حيتاش ما كاينش جواب ديالو. كل عام واليونيفرسيتي شنو راه شقلها دير في لي كونديسيون باش انها تقبل، انت وزهرك. ما تسمعوش شي واحد اللي يقول لكم جبتي 10 في الباك ما غتقبلش، جبتي بي ان ما غتقبلش. كاينش هذا الشيء، راه ما كاينش هذا. ما تسمعوش هضره هاد الناس ودفعوا، ما تعرفوا زهركم فين كاين. والا كانت مكتبه لكم شي حاجه راه مكتبه لكم، ما كانتش مكتبه لكم راه ما مكتبش لكم. المهم باش نساليو هاد لا فيديو حيت الظلام بدا كيطيح، غادي نقول لكم لي بري اللي غادي تحتاجوا في هاد البروسيدور كامله، شحال غادي يطيح عليكم هادشي. غنبداو التسائف 1700 درهم، ولا نقولوا حنايا كاع الدالف، الدالف 900 درهم بلس 1900 درهم ديال لي فري ديال كامبوس، 1030 درهم ديال تي ال اس، 85000 درهم ديال البلوكاج، هي شي 88000 درهم ولا شي حاجه بحال هكا. هادو هما لي بري اللي غادي يطيحوا عليكم في هاد البروسيدور كامله. تقدروا تردوها هنايا، فهمتوا؟ راه واخا تسمعوا هاد الثمن هذا هنايا في فرنسا تقدروا تردوها بسهوله، كاينين الخدامي وكيخلصوا مزيان. دونك راه الا جيتوا خدمتوا داك العام واخا يبقاو يوصلكم دوك الفلوس ديال داك البلوكاج، حيت داك البلوكاج شنو هو؟ داك البلوكاج ديال 85000 درهم راه غادي تقسم لكم على الشهور. البنكة غتبقى تصيفط لكم كل شهر تقريبا 7000 درهم، كل شهر تقريبا 700 اورو. تقدر ديك البلوكاج فاش يكون كيوصلوا يبقى يخليه ابار ويكون داك الساعه خدام ويصرف كنحشم الفلوس اللي غادي يخدم بهم، وديك الفلوس تبقى ابار. فهمتوا؟ صافي اخويا دخل راح نحشم لنا زعما، فهمتوا؟ حيت راه ماشي اي واحد تيجي لفرنسا راه صحابكم لاباس عليه، راه هكا الناس تيديروا زعما، ماشي ديك الفلوس هي اللي غادي تحبسكم. ما لقاو ليها الحل، راه عارفه صعيبه ولكن هادشي اللي كاين. لي زيكول بريفي عاوتاني راه تتخلص حتى ليكول، عاوتاني راه تطيح عليك بزاف مع ايكول بريفي. كتصدق مخلص ايكول بريفي القليله شي 6 ديال المليون ولا 5 ديال المليون، تزيد عليها الفلوس ديال وتزيد عليها هذاك راه عمر وصافي. هادشي اللي كاين. عاد كاين الناس اللي عندهم فلوس بزاف وكيدفعوا ايكول بريفي، ما تحتاجوش انهم يكونوا جايبين مزيان في التسائف واخا بي ان، ما تحتاجوش انهم يكونوا جايبين مزيان في لي نوت، ماشي بحال قلت لي مضمونه لك انك تقبل، حيت ايكول بريفي خاصها غير فلوس وصافي. واقيلا قلت كلشي، كاع داكشي اللي كنعرف راه قلته. واحد الحاجه، اللوجمون على فين غادي تسكنوا، فاش غادي تجيو. من الاحسن فاش تكونوا في المغرب قلبوا على لي ريزيدونس اللي كيكونوا فيهم لي زيتوديون، بحال هادي فين ساكنه انا، تقدروا تغيزيرفيوهم من المغرب، تجيو تتلقاو الدار واجده كلشي واجد. انا ما درتش هاد القضيه زعما، ما درتش هاد البلان، انا ما كنتش عارفه. تلقيت مشكل مع كنت جيت وعاد بديت كنقلب على الكرا وهذا وهذا، جاب الله لقيت واحد البنت مسكينه كانت خلات لي الدار ديالها، كانت هي في المغرب وخلات لي الدار ديالها، انا كنت سكنت فيها وبقيت كنقلب على الكرا. صافي هادشي اللي كاين. جيسبر يكون عجبكم، عجبتكم لا فيديو، جيسبر نكون نفعتكم في شي حاجه، واخا ما عرفتش نكون نفعتكم ولا حتى تكونوا عارفينو. ما كيوصلوني بزاف ديال لي ميساج، قلت صافي غنشرح اللي عارف، هي هذيك اللي ما عارفش غادي يستافد. المهم الا استفدتوا شي حاجه هي هذيك، ما استفدتوا حتى شي حاجه سمحوا لي، فيديو الجاي نديرو شي حاجه اخرى. تهلاو في راسكم ان شاء الله، ديروا داكشي اللي بغيتو في حياتكم والله يسهل عليكم. الا بغى ربي يدير لكم شي حاجه في حياتكم راه غادي يلقى لكم ليها الطريق، الا بدا داكشي كيتعكس خليه باش ما تندموش. فهمتوا؟ صافي صافي، تهلاو في راسكم والله يسهل عليكم. باي باي.